هنستعرض النهاردة سيرفر من السيرفرات اللي موجودة على الرسيفر بتاع الرسيفر سبايدر تي 38. هنستعرض سيرفر اسمه اي بي فوكس، ده من اقوى السيرفرات الموجودة، وبيكون موجود عليه اشتراك تقريبا لمدة سنتين، هنشوفه مع بعض كمان شوية. المهم احنا لما بنفتح الرسيفر من الريموت، في على الريموت موجود تحت زرار باور على طول زرار مكتوب عليه ميديا. احنا لو ضغطنا على الميديا هيفتح لنا القائمة ديت، هنختار منه السيرفر اللي هو الاي بي فوكس. عشان نكرر تاني، القائمة اللي احنا شايفينها ديت فيها جميع السيرفرات اللي موجودة على السبايدر تي 38، واللي بتفتح جميع القنوات سواء البين سبورت او قنوات البين عامة او قنوات الاو اس ان او قنوات تانية كتير، ولكن لازم يكون قبل اي شيء النت شغال. دلوقتي احنا واقفين على الاي بي فوكس، هنضغط اوكي وننتظر. طبعا الانتظار والتحميل ده بيختلف من سرعة النت من مكان للتاني، زي ما احنا شايفين فوق هنلاقي الاكسبير ديت بتاعه لحد 2019 10/2/2019. اوكي، هنستعرض مع بعض القنوات اللي موجوده كده في السريع. خلينا نوطي الصوت الاول. طبعا القائمه، في اول شيء موجود اللي هو الاي بي فوكس كلاب. الاي بي فوكس كلاب، الناس اللي عملت السيرفر بتاع الاي بي فوكس حبت تعمل حاجه سبيشال شويه عن اي سيرفر تاني موجود في الاي بي تي في، فعملوا لنفسهم قائمه اسمها اي بي فوكس، بيبثوا عن طريقها بعض القنوات. هم 13 قناه قدامنا اهوت. القنوات ديت بتعرض سواء اغاني، بتعرض افلام، تمام، ومقسمها لك بطريقه كويسة او بترتيب كويس. بداها باي بي فوكس فيروز، عمل لك قناة خاصة فقط لفيروز 24 ساعة شغالة فقط، بتعرض اغاني لفيروز زي ما انتم شايفين كده. بعديها في قناة تانية اسمها اي بي فوكس توانجري، ودي طبعا بتعرض افلام كرتون توم جيري برضو خلال 24 ساعة. بعديها مستر بين، بعديها موفيز كلاسيك، وديت بيعرض لك فيها افلام كلاسيكية، افلام قديمة بمعنى صح. الفيلم ينتهي بيدخل فيلم بعد على طول، بدون اعلانات، بدون فواصل، بدون اي شيء، ودي ميزة كويسة جدا ما شفتهاش في السيرفرات التانية. طبعا حاطط لك كمان قناة لأم كلثوم، تمام، وحاطط قناة تانية لعبد الحليم. أغنية ورا أغنية بتشتغل على طول. بعد كده حاطط اي بي فوكس موفيز عربيك، ديت الأفلام العربي. طبعا هما شغالين دلوقتي فيلم بتاع طلال صناعي، الفيلم ده برضو يعتبر لسه نازل جديد او نازل على النت جديد بمعنى صح، فهم بيعرضوا دايما الافلام الجديدة اللي هي لسه نازلة ممكن من سنة فاتت او كذا. طبعا فيلم بيخلص الفيلم بعديه، هم بيغيروا كل فترة الافلام اللي موجودة وبيحطوا افلام تانية جديدة. بعديها الاكشن، ودي طبعا كلها في الافلام اجنبية اكشن. اوكي، كلها افلام جديدة بتاعت السنة سواء 2018 2017. بعد كده الكوميدي، تمام، طبعا افلام اجنبي كوميدي. بعد كده دراما، اوكي، برضو بعد كده في الرعب، تمام، والكيدز الاطفال، قناة خاصة للاطفال فقط افلام للاطفال، تمام. وكده يبقى احنا اتفرجنا على
القايمة اللي هي خاصة بالاي بي فوكس. طيب بعد كده هو حاطط قايمة تانية اسمها ماي اتش دي، جمع لك فيها جميع القنوات سواء المشفرة تمام او غير المشفرة. اوكي ال اتش دي حاططها لك في قايمة واحدة، تبتدي بقى بام بي سي 1 كله اتش دي طبعا، 2 3 4 دراما بوليود ماكس كله طبعا اتش دي. وطبعا في قنوات تانية زي الماي سينما زي الفيلم بوكس، خلينا نستعرض شوية كده، زي الماي اتش دي اكشن طبعا كلها كلها افلام اكشن، ودي مجموعة طبعا ايه الماي اتش دي كلها. عشان نبقى متفقين، القنوات ديت والقوائم ديت بتتغير من طرف الاشخاص اللي مصممين السيرفر تمام. يعني ممكن تفتح تلاقي في حاجة جديدة خالص، في قائمة جديدة خالص، في برامج، في سوري، في قنوات تانية جديدة محطوطة، وطبعا كل فترة بيغيروا الأفلام أو القنوات اللي موجودة بيضيفوا عليها، طبعا بيضيفوا عليها حاجات جديدة. خلصنا كده الماي اتش دي، هندخل بعد كده على القايمة بتاعت العربي، ودي فيها كل القنوات الخاصة بالنايل سات والعرب سات المفتوحة العادية، برضو حاططها لك بدل ما تفتحها من على الساتلايت، بدل ما تفتحها من على الطبق العادي، برضو حاططها لك موجودة في القايمة تمام. ومقسمها لك بقى الام بي سي، يعني الترتيب حتى هو الترتيب يعني سلس وسهل، يخليك انت تعرف تتعامل مع القوائم او مع القنوات بمنتهى السهوله، ما تعرف تفضلش بقى تقعد ترتب وتعمل، لا هو كل حاجه لك مترتبه. حاطط لك مجموعه الام بي سي الاول، وبعد كده عامل لك فاصل ما بينها وبين اللي بعديها، حاطط لك قايل لك ديت القنوات اللبنانيه، حاطط لك فيها الفيوتشر والام بي سي والمنار وكل الحاجات الخاصه بلبنان تمام. طبعا بعد كده القنوات المصريه، حاطط لك بقى الاولى والثانيه والنايل تي في والدي ام سي كل القنوات تمام. يعني لو جينا بصينا هنا هنلاقي موجود تقريبا 588 قناة الى الان. يعني شوف مثلا ديت قنوات الكويت، فهو حاطط لك زي فاصل ما بين كل مجموعة والتانية، ومحددها لك ومقسمها لك على حسب البلدان بتاعت القنوات ديت. اوكي بعد كده الورلد كاب حاطط لك فيها، ودي احنا استعرضناها قبل كده في فيديو خاص ليها اثناء كاس العالم، حاطط لك فيها جميع القنوات بتاعت بين ماكس اللي كانت اصلا نازله مخصوص عشان كاس العالم، وحاططها لك بقى بجودات كتير جدا اس دي عشان خاطر الجماعه الانترنت عندهم ضعيف، حاططها لك بجوده اتش دي، وفي حاجات بتنزل 4K كمان، وحاطط لك طبعا كمان القنوات بتاعت البي اوت، وحاطط لك قنوات البي اوت كلها المجموعه كلها يعني تمام. اعتقد طبعا عشان خاطر القنوات، عشان خاطر كاس العالم انتهى، ففي قنوات من المجموعه دي بتدينا بلاي فيلد خلاص لان هي انتهت، لان هي موجوده اصلا اوريدي في القايمه اللي بعد قايمه وورلد كاب اللي هي السبورت اتش دي. سبورت اتش دي هما في الاول كانوا حاطين سبورت اس دي كمان، بس انا دلوقتي وانا بعمل مراجعه مش لاقي الاس دي تمام، فعشان كده انا بقول ان هما دايما بيعملوا ابجريد للقوائم بتاعتهم على طول. لو دخلنا في القنوات قائمه بتاعه سبورت اتش دي، هي جميع قنوات الاتش دي الخاصه بالرياضه بدايه من البين سبورت تمام، 1 و2 و3 و4 و10 و13 لحد اخر حاجه 16، وبعد كده الام بي اي بتاعت كره السله، وبعد كده حاطط لك بقى حتى القنوات التانية العاديه بتاعت السبورت برضه حاططها لك زي الدي ام سي
زي الأبو ظبي الرياضية، تمام، 1 2 3 4، والأهلي دول اللي موجودين حاليا، وبيعملوا أبجريد برضو، بيضيفوا قنوات كل فترة، تمام. بعد كده حطيت لك قائمة تانية اسمها البلاتينيوم اتش دي. البلاتينيوم اتش دي هي عبارة عن قنوات مجمعها لك، تمام، من جميع ال هي عبارة عن القنوات اللي بتكون محتاجة اشتراكات، تمام. هو حاططها لك في قائمة واحدة اسمها بلاتينيوم اتش دي، الخاصة بالمنطقة الشرق الأوسط، اللي هي عبارة عن الفوكس لايف والفوكس روايات والبين دراما والبين موفيز. والبين موفيز طبعا الأكشن والدراما والفاميلي، تمام، والفوكس موفيز أكشن زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا لو شو لو لاحظتوا ان دلوقتي ممكن النت يكون الصورة شوية بتقطع، ده دليل عن النت شوية حاليا عليه ضغط، فممكن يكون بيأثر على الشاشة، بس احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي هي ما فيهاش اي مشاكل وشغالة عادي. حاطين برضو قنوات الاي ار تي، افلام 1 و2 وحكايات 1 و2 وسينما، وحاطين قنوات تانية زي فتافيت زي الاو اس ان، تمام، مجموعة الاو اس ان كلها، وقناة اليوم وقناة سينما 1 و2 والصفوة، تمام، زي ما انتم شايفين كده. كل القنوات ديت موجودة تحت قائمة البلاتينيوم اتش دي. بعد كده هعمل قائمة لوحدها اسمها نيوز، ودي خاصة بالأخبار، عبارة عن لامم لك فيها كل بقى حاجة، عربية، جزيرة مباشر، نيل، كل قنوات الأخبار هو حاططها لك في مكان واحد بس، تمام، عشان برضو انت ما تفضلش تلف على القنوات. بعد كده حطيت لك قائمة الكيدز، الأطفال، عندك أطفال حابب تفرجهم، على طول تدخل على الكيدز وتبدأ تتفرج على قنوات زي ما موجود دلوقتي في البراعم وفي جيم وفي نتورك العربية وفي أجيال، طبعا في منهم قنوات مشفرة يعني، حتى القنوات اللي هي كوكي وسمسم وهدهد والحاجات دي برضو موجودة، طيور الجنة، الكلام ده كله موجود. بعد كده بيقسم لك بقى باقي القوائم، لو احنا بصينا على الشمال كده، هننزل شوية كده، احنا واصلين عند الكيدز، تمام، شوفوا باقي القوائم دي كلها، قوائم بقى مقسمها لك على حسب البلدان، يعني جايب لك لمملك لك كل القنوات الفرنسية حاططها لك تحت قائمة القنوات الفرنسية، حتى البين سبورت الفرنسي هتلاقيها موجود، تمام. طبعا كل الشبكات بقى بتاعت القنوات كلها موجودة هنا على حسب بقى طبعا البلدان، يعني واصلين ل 55 اهو قناة، 67 قناة تقريبا، حوالي 67 قناة بس فقط في الايه، في القائمة الفرنسية، تمام. بعد كده يقول لك الألماني، تمام، نفس القصة، هندخل هنلاقي الألماني، سكاي سبورت بالألماني، تمام، سكاي سينما، سكاي أكشن، سكاي كوميدي، جميع القنوات الخاصة بألمانيا برضو موجودة هنا، تمام. بعد كده الهولندي، أوكي، برضو موجود جميع القنوات، 21 قناة في هولندا، حتى الفوكس سبورت، تمام، الهولندية موجودة زي ما انتم شايفين، الصورة واضحة، مفيش تقطيع، مفيش أي حاجة. بعد كده الكردش، بعد كده الإيطالي، القنوات الإيطالية، تمام، حوالي 54 قناة، أوكي. خلينا نتفرج مثلا على ديت بريميوم سينما انرجي، تعرض افلام اهيت، تمام،
بعد كده المجموعة الروسية، تمام، دي عبارة عن 205 قناة روسي موجودين، 205 قناة، تمام. قناة زو بارك دي معروفة طبعا. في قنوات بقى، احنا لو قعدنا عشان ما نطولش بقى في الفيديو، بس يعتبر كل ده الايه، عشان احنا ما نطولش في الفيديو فمش هنستعرض قناة قناة يعني. في بعد كده الافغان، افغانستان، تمام، في 16 قناة. بعد كده البرتغالي، اوكي، بعد كده الاسباني، بعد كده الروماني، رومانيا، بعد كده صربيا، بعد كده الامريكي، عادي الامريكي تقريبا 58 قناة، قناة المصارعة الحرة اهيت، تمام، قنوات الشو تايم فوق اهيت رقم 44، تمام. فهو هنا مقسمهم على حسب مصدر القنوات ديت، بلدانها فين، ومديها لك، تمام. في بعد كده اليونان، ودي آخر قائمة عندنا اللي هي اليونان، تمام. وبكده استعرضنا السريع كده السيرفر بتاع الاي بي فوكس. ان شاء الله هنستعرض بقية السيرفرات اللي موجودة على السبايدر تي 38، ونشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله. السلام عليكم.